بهدف تطوير شبكة الطرقات لعديد البلديات التابعة لولاية قسنطينة، استفاد سكان هذه المناطق بإعادة الاعتبار لعدد من هذه الطرقات، خصوصا الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 1 والطريق الوطني رقم 27 مرورا بدار الواد، إضافة إلى مدخل طريق الأمير عبد القادر. من قبل كانت السيارة ما تقدرش تدخل هنا، سيارة ما تدخلش، بصح دوك الحمد لله يا ربي، والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. الطريق هذا غير حاجة مليحة، يعني يفك العزلة على القرى والمداشر تاع سعود بوجريو، يعني اختصر المسافة بين البلدية تاع سعود بوجريو وبلدية القرارم ولاية جيجل. تدي مسالك فلاحية وتفك عزلة على مواطنين بزاف، عائلات كبيرة عايشة هنا كانت تعيش معاناة، الحمد لله اليوم فرج رب العالمين إن شاء الله. برامج تنموية واعدة تركز على تجسيدها ميدانيا السلطات المحلية لولاية قسنطينة بتسخير كل الإمكانات اللازمة، خاصة هذه المناطق الفلاحية المعروفة بخصوبة أراضيها، وبهذه المشاريع اللي رايحين نخليو نسمحوا بالولوج للفلاحين للأراضي نتاعهم. على مستوى ولاية قسنطينة فيه مشاريع عديدة في قطاع الأشغال العمومية سجلت في هذه السنة، خاصة المشاريع الهيكلية ولا سيما منها ازدواجية الطريقين الوطنيين رقم 27 ورقم 79. وبهذا ستستفيد المناطق الفلاحية عبر مختلف بلديات الولاية من تحسين ظروف المعيشة للسكان والتجمعات الريفية.